السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات الرياضيات. وتمريننا اليوم هي الزوايا والدوائر، صفحة 134. عندنا أولا يعني هذا الشكل، إحنا إذا نجي على أول واحد، شوفوا هذا الشكل أولا، الشكل الدائري، شلون أطلع القوس، قياس القوس، قياس قوس بي. احنا عندنا قياس القوس بي حسب القانون اللي يقول انه قياس الزاوية دي مقابل الها يساوي لنا نصف قياس الزاوية القوس اي بي. شوفوا هاي الزاوية اذا كانت بها نقطة على الدائرة تشكل الزاوية 80 مقابل القوس اي بي. فاحنا بالعكس راح يصير يعني معناها 2 زاوية دي، صح؟ راح يساوي لنا 2 في 80، راح تطلع لنا الزاوية تساوي لنا 160 درجة. زين، ثانياً القوس قياس الزاوية A B C. الزاوية A B C، من اجي على الزاوية A B C انا اريد اشوف الزاوية A B C ايش قد تساوي لي. الزاوية A B C راح تساوي لي نصف قياس القوس M A C، نصف قياس القوس M A C. هذا الزاوية B، هاي الزاوية B راح اشوفوها هنا، وهذا القوس A C. شوفوا هاي الزاوية، فإذا هذه النقطة وهذه النقطة هذا القوس، فإذا راح أساوي نصف قياس القوس A C وعليه، فهي قياس القوس 25، يعني نصف 25 راح يطلع 22، 12.5 درجة. زين، نجي على ثالثا هنا، الزاوية A C C A B C، الزاوية C A B نكتبها قياس الزاوية سي اي بي، دائما الزاوية تصير بالنص القياس مالتها، يعني اي هي وينها سي اي بي، هذه الزاوية سي وين سي سي اي بي. عندنا هنا الزاوية الثالثة، الزاوية الزاوية سي اي بي، هاي اي اي بي اي بي راح يساوي لنا نصف قياس القوس سي بي، نصف قياس القوس سي بي، نصف قياس القوس راح تساوي لنا نصف ستين، تساوي لنا 30 درجة. الزاوية سي ال بي سي هاي وهاي سي، هاي سي سي اي بي، هاي الزاوية سي اي بي، والقوس اللي بين نقطتين التماس اللي موجودة بالزاوية المحيطية هي 60 درجة، فتصير نصف 30. نجي على الرابع اللي هو قياس اي سي بي، اي سي بي على هذا اي سي بي، هاي سي هاي الزاوية اللي هنا الزاوية اي سي بي، اي سي بي قابل لنا، هتقابل لنا هنا شوفوها هنا قياس زاوية ام سي اي، ما عندي فد يعني قياس الزاوية اي سي بي، ايش راح يصير؟ راح يصير
معناها 90 ناقص 40. هاي الزاوية هي عبارة عن زاوية قائمة، راح تصير 90 ناقص 40، تصير 90 ناقص 40 يطلع لي يساوي 50، هي زاوية قائمة. زين، نجي على الخامسة. خامسة بهذا عندي القوس بي ان، هذا القوس بي ان هو شو يساوي لي؟ احنا قلنا القوس يصير دائما ام، وين بي ان؟ هذا بي ان، بي ان راح يقابل يا زاوية راح يقابل زاوية سي، راح يقابل زاوية سي، راح يقابل هاي الزاوية نشوفها، يقابل الزاوية بي سي ان، راح يساوي لنا هاي 40 لان في 40 راح يطلع لي 80 درجة. هذا بالنسبة لهذا الجنب. نجي على التمرين اللي بعده اللي هو سادسا بنفس الطريقة. عندي قياس زاوية ام سادسا، عندي قياس زاوية ام سي كي اي، ام سي ام سي كي جديد يساوي قياس الزاوية سي كي ام سي كي اي سي كي اي. احنا قايلين لكم اذا تقابل هذا القطر يعني عمودية فتصير 90 درجة، تصير 90 درجة. زين، قياس السابعة قياس الزاوية ام ان بي، ام ان بي، ام ان بي، ام ان بي، هاي ام ان بي هي نصف، تكون نصف نصف القوس قياس القوس ان بي، نصف قياس القوس ان بي راح يساوي لي نصف 256 درجة، راح يساوي لنا 128 درجة. ثمانية عندنا قياس الزاوية سي بي اي، قياس الزاوية سي بي اي هو نصف قياس الزاوية سي بي اي، سي بي اي هو نصف القوس سي اي، هو نصف القوس سي اي، سي اي راح يساوي لنا نصف 55 يساوي لنا 27 ونص. نجي على رقم 9 اللي هو القوس بي ان، قوس بي ان هذا قوس بي ان، هذا قوس بي ان يساوي لنا اثنين نقصد هذا القوس، مو هذا لان هذا عندنا موجود 256، يقصد اثنين ان زاوية بي راح يساوي لنا اثنين بي 52 درجة راح يطلع لي 104 درجات. نجي على السؤال العاشر، هو شنو السؤال العاشر؟ يقول إذا علمت أن مركز الدائرة الواحد، هاي دائرة واحد وعندي دائرة اثنين، هو أنكل هو قطر الدائرة اثنين، مرهن أن كي بي وكي أي مماسان للدائرة واحد. أول شيء إحنا راح نسوي نصل كي بي، نصل كي بي، كي بي، كي بي راح نصلها. زين، نصل كي نصل كي بي، وصلنا كي بي. بعد نصل كي اي، وصلنا كي اي، وراها ايش راح نقول؟ ام بي
ام بي وام اي ام بي ام بي معايا ام بي ام بي وام اي هاوس ام بي وام اي راح يكون راح يساوينا 90 درجة. راح يساوي انه ام اي كي قياس الزاوية هذا يعني ام بي نصل ل نصل ام ام اي نصل ام بي نصل ام كي رقم الفيلم ايش راح يصير؟ راح يصير انه ام يعني اول شيء نصل ام بي وام كي راح يصير ام هي ام اي كي وينها ام اي كي ام اي كي راح يساوي لنا القوس ام اي كي راح يساوي لنا 90 درجة 90 درجة زاوية انقطاعية تقابل قطر زاوية انقطاعية تقابل قطر نفس الشغلة انه ام هي زاوية ام بي كي ايضا راح يساوي لي 90 درجة ام بي كي راح يساوي لي 90 درجة ايضا زاوية محيطية تقابل قطر اذا معناها كي اي معناها كي اي و كي بي مماس للدائرة زين لان هذه يعني تقابل قطر تقابل معناها كي بي هاي موقع هاي زاوية ايش راح يصير؟ راح يصير الزاوية ام اي كي ام اي كي هي 90 درجة وام بي كي هي 90 درجة معناها كي بي كي بي زين كي بي و كي اي مقاسان للدائرة مقاسان للدائرة هذا بالنسبة لحل هذا السؤال نجي على السؤال اللي بعده اللي هو جد قياس كل ما يأتي يعني 11 أيضا بما أنه 11 على 11 بما أنه أم K N A الزاوية M M K A هي نصف حسب هذا القانون دائما نستخدمه M B C يعني الزاوية المحيطية تساوي نصف القوس زائد هذا عندنا إذا كانت الزوايا داخلية يعني من هنا الأقطار الداخليات يمس الدائرة بهاي شوف يمس الدائرة هنا يمس الدائرة هنا وأيضا هنا إذا كان الداخلية نستخدم هذا القانون زائد ام اي كي القوس ام اي كي بس راح يصير ام كي ان زائد ام كي ان اي راح يساوي نصف وهاي ام بي سي اللي هو 20 على القوس بي سي زائد القوس الثاني اللي هو 204 واجمعهم راح يصير نصف 224 وبعدين نقسم ارفع الزاوية 120 درجة. بالنسبة إلى ال 12 لا بالعكس إذا كانت يعني في قلنا خارجية ونرجع عند هذا نسوي الدائرة من الأقواس الثانية فتصير طرح تصير طرح الزاوية أنا ودي أطلعها من هنا إيش عندي أنا الزاوية هاي الزاوية هي 25 صح؟ 25 يساوي لي نصف القوس اكس كبير
ارقص لاعب يمين اضرب في نص في الثانيه راح يصير 50 يساوي لي اكس ناقص لاعب يمين، ومعناها هذه اول جبناها في الاكس راح اطلع انه الاكس على طول الاكس الاكس راح تطلع 50 زائد 30 وتطلع لي الاكس يساوي 8. طلعت من اكس 8، هسه اقول انه زاوية ام زاوية اتش ما واضحة عندي، بس انا حالة بالدفتر اتش بي سي يساوي لنا نصف قياس الزاوية سي اتش، بما انه داخليات قياس زاوية اكس طلع انه هسه شو نسوي؟ نقول نطلع الزوايا راح تصير الزاوية اتش بي سي طلعنا الاكس طلعت الاكس 8 طلعنا قيمة الاكس هذا هنا طلعنا الاكس يساوي لنا 8 هو اللي الاكس قيمة اكس قياس اكس هي اكس 8 على بالنسبة لهذا السؤال. نجي على السؤال اللي بعده اللي هو هذا السؤال قياس زاوية 13 بنفس الطريقة هاي الزوايا داخلية يعني انه المماس مماس الدائرة انه الزوايا المتقاطعة داخل الدائرة والمماس الدائرة شوفوا على القوس فراح تستخدمون هذا القانون يقولون ان زاوية اتش بي سي راح يساوي نصف على تطبيق مباشر على القانون ان سي اتش زائد ان اي كي راح يساوي لنا نصف 102 زائد 35 راح يطلع لي 137 وبعدين يطلع حوالي 68 ونص. بالنسبة لل 13 على 14 على 13 بالنسبة لل 14 على ما يطلع قياس زاوية اكس الآن الدائرة كلها تكبر، هاي الدائرة كلها 360 درجة الدائرة كلها القوس مالتها 360 درجة فمعناها شنو 180 زائد 140 هاي 180 زائد 140 زين الوا ما واضح الاكس ف 180 زائد 40 زائد ار خلينا نحسب القوس اللي بقى هو ار وراح اطلع قيمة ار القوس راح يطلع لي ار يساوي 40 زين 40 قوس اللي هو زين من طلع القوس 40 اذا زاوية الاكس زاوية الاكس هنا أنا خارجية زاوية اكس مو داخلية يعني مو داخل الدائرة يصير نصف قوس 108 ناقص هذا القوس النسبي اللي يعني هو 180 وهذا القوس الثاني اللي طلعناه اللي هو 40 هذا 40 وهذا هو 108 180 ناقص 40 راح يطلع يساوي لنا نصف 180 ناقص 40 راح يطلع 140 140 راح يطلع لي سالب درجة. بالنسبة لل 15 اللي نطبق عليه الشكل الرباعي زوايا الشكل الرباعي في الدائرة اللي راح يصير قانون مالته انه شلون نطلع زاوية اكس وزاوية واي فنطبق هذا القانون انه عندي هذا يكون 180 ناقص 92 يعني الزاوية المقابلة مالتها اكس يساوي 180 اكس زائد 92 يساوي 180 وراح تطلع لي هاي احنا اكس تساوي وراح تطلع لي اكس تساوي 88 نفس الطريقة واي
تساوي 180 ناقص 116. هذا القوانين نحفظهم تساوي 64، يعني القطبان المتقابلان x تقابل هذا القطب ونغير اللون، و y قياس y راح يقابل هذا القطب. زين، هذا قانون ماركلي الشكل الرباعي. هذا بالنسبة لل تساوي لنا 64 واي تساوي 64 على اعتبار انه 180 ناقص 116. زين، نجي على السؤال الاخر اللي هو ايضا يقول رسم احد الفنانين الرسم المجاور على زجاج قياس ثابت اي بي بي زاوية اي بي بي، هاي الزاوية اللي هاي الزاوية اي هي هاي الزاوية الزاوية اي بي بي. نشوف احنا زاوية اي بي بي تقابل يا قوس، فعندنا حسب قياس زاوية اي بي بي راح يقابل لنا القوس، راح يقابل القوس ام اي اي باهو اي اللي راح يقابل هذا القوس اي اي. زين، وش راح يصير؟ راح يصير نصف القوس اي اي. زين، وبما انه احنا عندنا القوس اي اي شلون نطلعه؟ راح نقول قياس زاوية القوس AE هو عبارة عن القوس AB AB ويريد زاوية AB مو ADB، لا يريد ADE، يعني ADB مو هذا القوس مالتي، ويريد قياس زاوية A هاي زاوية A E E صح؟ زاوية اي 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 هذا صح يساوي راح يساوي لنا نصف القوس اي اي. القوس اي اي هذا القوس اي اي هذا شو زاوية اي 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 يريد هاي الزاوية، يريد هذه الزاوية، اني يريد هاي الزاوية، هاي الزاوية هي تقابل يا هو القوس اللي تقابله، تقابل هذا القوس صح؟ هذا القوس اللي هو من هو من A إلى هذا القوس اللي تقابل. زين، بما أنه تقابل هذا القوس فراح نناقش أقول القوس AE هو عبارة عن القوس AB زائد القوس قياس القوس BE صح؟ زين، بما أنه أنا إيش عندي قياس القوس M B E منين أطلع M B E هذا M قياس القوس B E هذا B E قابل يا زاوية ضائع قابل يا زاوية هذا القوس راح يقابل زاوية B C E B شوفوا B C E ضاعوا محصور بهذه الزاوية خلنا نغير لونها أنا مو شوية أكثر هاي الزاوية B C E I B C E راح تحصل لي هذا القوس اللي هو B E. فإذا قياس زاوية قياس القوس B E هو عبارة عن من؟ عن يساوي لي 2 من الزاوية B C E. هاي الزاوية عندي 130 هو معطيني اياها راح يساوي لي 60 درجة. زين، انا عندي القوس اي اي صح لنا فوق يساوي لنا هذا ام اي بي زائد ام بي اي. ام اي بي معطيني اياها اللي هو نفس اي اي بي 42 زائد 60 راح يطلع لي 102. هسه اطبق القانون اللي هو قياس زاوية اي 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 اللي يريدها هو راح يساوي نصف القوس اي اي
راح يساوي لي معناها انه صف 102 راح يطلع لي 101، راح يطلع لي 51 درجة. زين، هذا بالنسبة على هذا السؤال. نجي على السؤال من 17، يقول فضاء قمر صناعي يدور حول الأرض، عندما يصل إلى نقطة أم، شوف هذه دائرة والزوايا، الزاوية الخارجية مماس هنا القوس الدائرة، مماس هنا صاير على القوس. زين، يقول عندما يصل إلى النقطة أن يكون ارتفاع 14 متر، وما قياس القوس الذي يمكن رؤيته من جامرة القمر الصناعي على الأرض؟ أنا إيش عندي؟ عند القانون شو يقول؟ يقول هاي الزاوية اللي هي 32 اللي هي خلينا نكتبها اللي هي اسمها M، قياس زاوية M شو يساوي لي؟ يساوي لي نصف منو؟ M A اي دي بي اي، وهي بيشوف ما صارت بمقاس هذا القوس، صح؟ القوس هذا القوس الاول اللي هو كبير، قلنا دائما اي دي بي، اي دي بي هذا القوس اي دي بي ناقص قياس القوس اي بي، ناقص قياس القوس اللي هو مسوي احمر اي بي. زين، دائما لان الزاويه خارجية، فأجي ويساوي قياس زاوية M 32، صح؟ زين، هذا نصف، هذا ايش قد؟ هذا 360 ناقص X، صح؟ 360 هاي كل الدائرة 360 ناقص X، مو ناقص X، 360 ناقص X على اعتبار انه A D B صارت الدائرة كلها، فناقص x يساوي لنا نضرب في 2 على مود 2 يصير 34، يصير 64 يساوي لي 62، تعالوا هذه بهنا اليوم شو نقول؟ ناقص x ناقص x وياي، خلي شوي امسحها واعيدها مره ثانيه على مود ايش قلنا؟ ان هذا القوس ام اي دي هو عباره عن شنو؟ عن الدائره 360 ناقص اكس. زين، هذا ناقص ام اي، هذا اللي هو هذا القوس اللي هو شنو؟ اكس ناقص اكس، فنضرب في 2 راح يصير 64 تساوي 360 اكس ناقص 2 اكس، تنجلي هنا تصير ناقص 2 اكس، صح؟ يعني معناها ايش كنت 2 اكس يساوي لنا ال 2 اكس نقلناها فقط ال 360 فوقانها وجبنا لها ال 64، راح يصير 2 اكس يساوي لنا 10 يروح 4 6، وهنا 5 يروح 6 يصير 15 يصير 9، هاي يصير 296 ونقسمها على 2، اذا اكس راح يساوي 296 على 2 راح يطلع لي 148 درجة. يعني هذا قوس وليس درجة. زين، هذا قوس. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الآخر اللي هو، شوف يا سؤال اللي هو اكتشف الخطأ. يقول كتب سعيد ان زاوية MCA، MCA وينها الزاوية M؟ قياس زاوية CAB، قياس الزاوية CB يساوي 160 درجة على 2 ويساوي 80، صحح بين الخطأ وجد الجواب الصحيح. احنا ايش عندنا بالبداية؟ عندنا هذا محيط الدائرة، صح؟ اللي يعني الدائرة كاملة، القوس مالت الدائرة هو 360،
أول شي تعرف منين جايني؟ جايني من اثنين، أول شي من اثنين إكس، اثنين إكس. جاي خمسة دائرة اثنين بعد جاي اثنين اثنين اكس زائد 20 صح؟ اثنين اكس زائد 20 زائد اكس على اكس زائد x على القوس زائد 130 يساوي ليش جيت يساوي 62. طلع قيمة x 2 x يعني 3 x زائد 150 يساوي لنا 62. معناها شنو هذه؟ انه 3 x يساوي 62 ناقص 150 هذا أيضا 3 x يساوي 210 ونقسم على 3 يعني x يساوي 210 على 3 راح يطلع لي 70. هذا 70 من وين؟ قيمة x زين يعني هذا a e يعني a e a e 70 صح ولا لا؟ أنا إيش عندي؟ عندي m يساوي c a E C A B يساوي C A C يساوي C A B شو يساوي لي؟ يساوي لي نصف نصف القوس مقابل إلها نصف القوس اللي هو A E C اللي هو A E C هذا القوس اللي هو عبارة عن شنو؟ A C E نصف القوس ACE زين نصف القوس ACE من هو؟ اللي هو جاي من نتيجة من قوسين من قوس ال AE مع ال EC من القوس AE زائد EC يعني 130 زائد 70 130 زائد 70 يطلع 200 هو هذا. بس شلون تكتبه؟ تقدر تكتبه مباشرة ACE أو تكتب إنه M C A B زاوية هي هذا القوس عبارة عن نصف القوس A E زائد يعني داخلية الزاوية زائد القوس الثاني اللي هو E C هذا طلعناه اللي هو X A E صار يساوي لنا نصف 70 زائد 130 راح يصير انه يساوي لنا 200 نصف في 200 راح يساوي لي 100 درجة الزاوية. اي هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال اللي قبل الاخير يقول تدخلي قيم الزوايا المجهولة. قيم الزوايا المجهولة اللي هو 19. بالنسبة لل 19 أول شيء عندي معروف شلون أطلع الزوايا المجهولة. عندي قياس زاوية O هذه زاوية O شو يساوي لي؟ يساوي لي M A C هذا حسب من؟ حسب مباهلة الزاوية المركزية اللي أخذناها من الموضوع الأول. زاوية O تساوي لي قوس A C وين القوس A C؟ صح تساوي لي AC وش راح تساوي لي هذه وتساوي لي MO 90 درجة إذا هاي تساوي لي هو شكلها قائمة مسويها إذا هاي 90 درجة هاي نقول مباهنة الزاوية المركزية مو المحيطية المركزية اللي أخذناها قبل درسين أو ثلاث دروس. نجي إذا عندي أنا قياس زاوية B قياس زاوية B المجهولة هي نصف M A C هاي بي زاوية محيطية زاوية محيطية بس راح يصير هذا حسب مباهنة الزاوية المحيطية صح لو لا؟
جزء ام اي سي او اصطلاح. المهم هي راح تصير ان هي الزاوية بي هي نصف التسعين وراح يساوي لنا 45 درجة. اجي بعد شو عندي؟ عندي انه ان هي الزاوية دي شلون اطلعها؟ هي الزاوية دي بعض هذا الشكل شكل رباعي صح؟ اللي هو شكل رباعي، من هو الشكل الرباعي؟ الشكل الرباعي اللي هو A B C D A B C D. انا اشوف هون A وين B وين C وين D. ارجع الشكل A B C D صار شكل رباعي، صار شكل رباعي، شكل رباعي نقاطه داخل الدائره، يعني شكل رباعي الدائره يسمونه شكل رباعي الدائره. بس راح يصير من حسب اللي عندنا انه كل زاويتين اقطار متقابلتين تجمعهم 180 درجه، اذا معناها زاويه B زائد زاويه D يساوي 180 درجة، يعني هذه زاوية B قابل زاوية B، زاوية C قابل زاوية A، يساوي 180 درجة. إذا هاي 45 زاوية B، هاي إحنا نضيفها بنحطها يساوي 180 درجة، وراح النتيجة إلى أنه 180 هناك هي زاوية دي راح تساوي 180 ناقص 45 راح يطلع 180 ناقص 45 يطلع 135 درجة. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال شكل رباعي دائري، بس هو يعني مو دائري، يعني داخل الدائرة نقصد. نجي هنا على السؤال الأخير اللي هو اكتب مباهنات الزوايا الداخلية والخارجية لتقارن بين الزاويتين اكس و واي. أنا عندي الزاوية الواي هي زاوية خارجية صح ولا لا؟ فمعناها نصف القوس مالتها المعادلة مالتها شو تقول؟ تقول ام سي بي قوس ام بي سي زائد ام اي دي صح؟ هذا القوس هاي زاوية اي قوس اي دي على قوس اي دي وناقص مو زائد ليش الداخلية تصير زائد قوس ام ناقص قياس قوس اي دي هذا الاي دي ناقص وهذا القوس الثاني هو سي سي دي سي كويس مو سي دي سي بي سي بي هذا شوفوا هاي زاوية اي زاوية واي هاي زاوية واي. نجي على الزاوية اكس، الزاوية اكس هي زاوية داخلية داخل الدائرة يعني، فقياسها راح يصير نصف منو؟ نصف ام سي قوس قياس القوس ام سي بي زائد قياس القوس اي دي ناقص زائد هنا يصير ناقص، يعني هاي تقابل بين هاي الزاوية اكس هاي الزاوية اكس راح تمس راح تمس بس هذا شوفوا هنا الزاوية اكس من الواحد مسك الـ اي دي قوس اي دي ومسك هنا قوس بي سي. ايش راح يصير؟ راح يصير عندما اجمع الزاوية قياس الزاوية اكس زائد قياس الزاوية واي راح يصير نصف الاكس من هي ام سي بي يعني إذا طلع النص عامل المشترك فمعناها ام سي بي زائد ام بي بي وهذا راح يصير زائد ام سي بي ناقص ام بي بي صح؟ هذه طبعا على قوس هذه راح تكون ام بي بي وهاي راح يساوي لنا واحد على اثنين ام سي بي زائد ام سي بي راح يصير اثنين ام سي
قوس الكيمياء راح اطلع 2، اذا راح اساوي قياس زاوية ام سي اكس زائد ام سي واي